يلا يلا قدامي يا خروف قدامي. لا لا يلا يلا قدامي. يا عم بسيم بعمل ايه؟ ازيك يا فلافيلو، لو سمحت خلي الخروف ده عندك في البيت علشان انا يا ابني ما عنديش مكان، اسبوع كله والعيد خلاص هيهل علينا. كل سنة وانت طيب يا عم ابو سيمبا، بس انا بخاف من الخرفان قوي. ما تخافش يا ابني جمد قلبك. لا لا ادخل بقى يا خروف. ايه يا ابني ايه الخروف اللي انت جايبه ده؟ ده عم ابو سيمبا هو اللي ادهولي. قال ايه؟ قال ما عندوش مكان. طب وانت يا ابني ما قلتليش ليه ان احنا بنخاف من الخرفان؟ لا يا بابا ما اقدرش اقول لملك الغابه كده. طيب حطه عندك. يا خبر يا خبر، ايه ده ايه ده؟ الخروف كسر كل حاجه في البيت. يا خبر ابيض، ايه ده؟ ابعد يا خروف، حاسب يا بابا، اجري يا بابا، ابعد عني يا خروف، وابعد عني انا كمان يا مامي. يلا يلا احطه هنا، هنخليه كده بره يا بابا. ايوه يا ابني، امال يكسر لنا البيت؟ خليه هنا جنب الشجره، هيحصل له ايه يعني؟ مين اللي هياخده؟ طيب يلا يا بابا نرتاح جوه. يلا. نعم. يا سلام، ايه الخروف الجميل ده؟ يا عيني عليك يا مستر لحمه، هاخده بقى شكله كده مش بتاع حد. ايه ده؟ هوب يلا خروف. ما يلا يا خروف ما تعصلكش معايا. يلا يلا يا حبيبتي ندخل الخروف جوه. يلا يا ماما انا فرحانه جدا، اخيرا هيبقى عندنا خروف وهنذبحه وهناكل الكبده كمان. ايوه يا حبيبتي، وكمان هناكل الكلوه. يلا بقى نحطه جوه. يلا يا ماما دخليه بقى يا زرافه انت جوه في اوضتك. حاضر يا ماما، اقعد هنا بقى يا خروف وخليك مؤدب. ما ايوه برافو عليك. ايوه يا حبيبتي حطيت الخروف. ايوه يا ماما ما تقلقيش. يا سلام، لو الاقي لي خروف تاني كده يا مستر اللحمه ادور كده في الغابه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شكلي هنا في البيت ده في خروف، لما ادخل فاتحين الشباك. هلا هوب، تعال هنا يا خروف. ما همسكك يعني همسكك. هلا هوب، اهرب بسرعه قبل ما حد يجي. ادخلي يا حبيبتي اطمني على الخروف، احسن انا مستمع صوتي بقاله فتره. فعلا يا ماما هدخل اطمن عليه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو الخروف راح فين؟ الخروف راح فين؟ يا خبر مالك يا زرافه، مش لاقي الخروف يا ماما. ايه ده، انت حطيت الخروف هنا وسبت الشباك كده مفتوح؟ يا خبر انا نسيت الشباك مفتوح يا ماما. يا خبر ابيض، حرام عليك يا بنتي، ده احنا جايبينه بالشيء الفلاني كده الخروف يهرب مننا. ازيك يا فلافيلو، انا جيت بقى علشان اخد الخروف، خلاص لقيت له مكان عندي في البيت. طيب يا عم ابو سيمبا هجيبه لك دلوقتي. هو فين يا ابني؟ اه واقف وراك ورا الشجره. يا خبر مفيش حاجه يا ابني ورايا، الخروف راح فين؟ حرام عليك يا فلافيلو، ضيعت لي الخروف. مش عارف يا عم ابو سيمبا. طيب ابعد عني لما اروح اشوف الخروف فين. انت يا مستر اللحمه تعالى هنا. مش هتقدر تمسكني يا عم ابو سيمبا، خلاص خطفت منك الخروف. ها ها ها، خد يا مستر اللحمه، خد حرام عليك. خطب مني الخروف، اذبح ايه دلوقتي؟ مالك يا ابو سيمبا بتعيط ليه؟ علشان الخروف اللي كنت هذبحه في العيد اتسرق مني، مستر اللحمه عندنا هنا في الغابه. طيب ما تقلقش انا معايا خروف، ايه رايك في الخروف السمين ده؟ يا سلام، ده الخروف ده يجيله 20 كيلو ده ولا ايه؟ لا لا ده خروف ممتاز جدا، يلا بقى ندخله عندنا في البيت. يلا بينا يا ام سيمبا. خلي بالك بقى من الخروف يا ام سيمبا، انا هسيبهولك وهروح اتمشى شويه في الغابه اشوف الامور ايه وارجع لك تاني. ما تقلقش خالص، هو في بيتنا، مستحيل مستر لحمه يوصل له ابدا. ياه انا نحسانه قوي، والخروف اهو موجود في البيت، يعني هيروح فين لما اروح انام شويه؟ يا سلام، ايه ده؟ البيت بتاع عم ابو سيمبا جاي من عنده خرفان بيت نعمه، لما اروح اشوف. يا سلام يا خروف يا مكلبز، تعالى هنا. ما تعالى همسكك يعني همسكك. هلا هوب، لما اخده بسرعه قبل ما حد يجي. يا ام سيمبا يا ام سيمبا. ايوه يا ابو سيمبا. ايه ده، الخروف راح فين؟ يا خبر هو كان هنا، انا دخلت بس انام شويه. يا خبر ابيض، ازاي تنامي وتسيبيه كده؟ اكيد مستر اللحمه جه عندنا واخد. اذبح ايه دلوقتي في العيد؟ حتى ما عنديش حتى بطه اذبحها في العيد. شفتوا يا اصحابي، انا جبت خروف العيد. يا سلام يا سيمبا، ايه الخروف الجميل ده؟ انا جبته بقى علشان هعمله مفاجاه لبابا، علشان بابا زعلان من الخرفان اللي سرقت منه. طيب برافو عليك.
انت يا ابني انت وهو ابعد كده عن الخروف، الخروف ده ملكي انا. انت جيت تاني هنا يا مستر لحمه، انت فاكر محدش هيقدر عليك؟ ايوه مفيش حد هيقدر عليا. تعال يا خروف هلا هوب، تعال هنا، انت فاكرني هسيبك؟ تعال يا غبر سرى الخروف مره كمان. مش هينفع الكلام ده يا عم ابو سيمبا، الخرفان بتاعتنا كلها اتسرقت. ايوه يا عم ابو سيمبا، مستر لحمه في الغابه هنا وسرق كل الخرفان بتاعتنا، وخلاص عيد الاضحى داخل علينا وما عندناش اي حاجه نذبحها. خلاص بقى نذبح البقره. تذبحني انا يا عم ابو سيمبا؟ ما كانش العشم ابدا. لا يا اخويا، عيد الاضحى بيتذبح له خرفان وداني مش بقر ابدا. طيب يا حيوانات الغابه، انا هشوف الموضوع ده. يا ترى الاقيه فين مستر لحمه ده ولا مستر كفته؟ يا ترى يكون موجود فين؟ السلام عليكم، ازيك يا عم، يا عم ابو سيمبا. ايه ده، ايه الخروف اللي معاك ده يا ارنوبه؟ جايباه منين؟ كتر خيره مستر لحمه، نجدنا في الايام دي ولقيت عنده خرفان ياما يا اخويا. طيب خلاص، طب مكانه فين؟ مكانه بعد الممرين كده تدخل يمين هتلاقيه هناك ومعاه خرفان باقل الاسعار. طيب متشكر جدا، اتفضلي انت. يلا يلا يا خروف. ما يلا بقى ما تعصلكش معايا. لما اروح له بسرعه لازم اجيبه. اخيرا وقعت في ايدي يا مستر لحمه انت ولا مستر كفته؟ عايز مني ايه؟ انت فاكر ان انت هتاخد مني الخرفان بتاعتي؟ الخرفان دي من حق حيوانات الغابه، دي بتاعتهم. انت مجرم وحرامي ولص، ولازم دلوقتي حالا ادخلك السجن. لا مش هتقدر عليا. طيب خد في دماغك خد في دماغك يلا ادخل السجن ادخل. طلعني من هنا يا عم ابو سيمبا، طلعني. خلاص فات الاوان. اتفضلوا يا حيوانات الغابه، تقدروا دلوقتي تستلموا الخرفان بتاعتكم وتذبحوا في العيد وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا عم ابو سيمبا، كتر خيرك والله. انا متشكره جدا ليك يا عم ابو سيمبا ان انت رجعت لي الخروف بتاعي، مش عارفه كان ممكن اضحي بايه. لا الحمد لله، مشكله واتحلت، ومستر اللحمه خلاص دخل السجن واخد عقابه الكامل والحمد لله. جبت لنا الخروف بتاعنا يا عم ابو سيمبا؟ ايوه طبعا يا ام سيمبا، الحمد لله. الخروفين، الخروف اللي انا جبته والخروف اللي انت جبتيه، يعني السنه دي باذن الله هنضحي خروفين وهنوزع على الحيوانات المسكينه والفقيره. كويس جدا. طب الخروف بتاع سيمبا، ما سيمبا كمان جاب خروف؟ ايوه يا بابا، انا جبت خروف وهو سرقه مني. ايوه حبيبي صحيح، انا لقيته برضه، هنذبحه السنه دي علشان نوزع على الفقراء والمساكين. كويس جدا، يلا بينا بقى يا بابا علشان نروح. ايوه احنا تعبنا قوي النهارده يا ابو سيمبا، لازم بقى نروح. عندك حق، انا تعبان جدا، وكمان بكره عيد الاضحى لازم استعد. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. ماما غدا بتحبكم جدا، لو عجبتكم حلقه النهارده اعملوا لايك للصباع فوق واعملوا اشتراك واستنونا في حدوته جديده.